مرحبا، سؤال جديد ليوم جديد. شو لازم اعمل بس حس حالي محبط discouraged فاشل؟ اول شيء بدك تعرف انه ما فيك تتكل على احساسك. شو يعني مشاعرك؟ ما فيك تتكل شو انت حاسس تيقرر هويتك. انت اليوم يمكن تحس شيء كتير حلو عن حالك، وتاني يوم او بعد ربع ساعة او بعد دقيقة تبلش تحس شيء مش منيح. انت مش شو شاعر، انت مين قال الله عنك، انت مين قيمك بتقول عنك. وقيمك اجمالا اذا ناجي من الله، من محبة الله. انت ثقتك وين؟ ثقتك فيها. تبارك ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فشو عمل فينا؟ والذي أجلسنا معه في السماويات. فإذن إذا أنت بدك تشوف حياتك على ما هي حقيقتها الكتابية والأبدية، شوف حالك دايماً أنك قاعد أنت بحضن المسيح، بحضن الله الآب بالمسيح يسوع في السماويات. شو يعني؟ يعني فوق كل المشاكل، فوق كل الأحباط، فوق كل الفقر، فوق كل العوز، فوق كل المرض. هذا الشيء بخليك ترفع نفسك لقيمتك الحقيقية الكتابية، مش تعيش تنزل قيمتك الحقيقية إلى شو أنت شاعر. كتير ناس بيشعروا بأوقات، في كتير ناس بيشعروا أنه طايرين وهن بنفس الغرفة نتيجة مخدرات أو كحول أو إلى ما هنالك، وهذا خطأ. وفي ناس بيشعروا بالأحباط مع أنه ما في شيء بيحبط، وفي ناس بيشعروا بالأحباط لأنه في روح أحباط عم بيزلهم. وبدي أقول لك، إبليس سراق وكذاب. قال عنه يسوع بيوحنا 10:10: يأتي إبليس ليسرق ويقتل ويدمر. فروح الأحباط هذا اللي بيجي هدفه أنه يخليك تحس أنك أنت هاي حقيقتك وهي نهايتك. أنت وقاف. وكتير أوقات نحن ما هنقدر نوقف ونجيبه. ليش؟ لأنه الحرب مش حرب فكرية، الحرب مش حرب جسدية، الحرب حرب روحية. ولكن أنت تذكر أنه المسيح انتصر على إبليس وقشطه سلاحه، وأكبر سلاح بيستعمله إبليس ضد البشر هي الديسكورجمنت، الأحباط، كذلك الخوف، كذلك الشك، كذلك التشويش. ولكن أول وحدة على الليست أنا بقول discouragement، أحباط. فأنت عرف مين أنت بالمسيح وبلش قول الوعود لحالك. قول: الرب رعية فلا يعوزني شيء، أنا مبارك في دخولي وخروجي، الرب سيد حياتي، الرب القدس، الرب القدوس، الروح القدس اللي عايش فيي أقوى من إبليس الذي عايش في العالم. أنا لا أخاف، أنا لا أفشل، لأنه الرب لم يعطيني روح فشل، لم يعطيني. أمي بتصير تحارب الأفكار والمشاعر اللي عم تجي عليك بكلام، مش براسك، بكلام، بإعلان اللي هي سيف الروح. مثل واحد هاجم عليك وانت معك سيف، اذا خليت السيف هيك وهو عم بخبطك ما تحركت، شو بيصير فيك؟ بتنهلب، بتنهزم. ولكن اذا استعملت السيف بتدافع عن نفسك. اليوم الكلمة كسيف، لا، امضى من كل سيف ذو حدين، يعني مثل الليزر. وقت انكتبت هيدي الآية ما كان في ليزر، الليزر بيقص يمين شمال طلوع نزول على الدائر. ليش؟ لانه ما في اقوى منه. هيدي هي كلمة الرب. من بيجي عليك أفكار عاطلة وأحباط استعملها. يسوع من تحارب بالبرية بتجربته، شو قال له لإبليس؟ فكر؟ لا، قال مكتوب، ليس بالخبز وحده ويحل الإنسان، مكتوب لا تجرب الرب إلهك، مكتوب مكتوب مكتوب. إذا المسيح الرب استخدم كلمة الله المكتوبة، أنا وياك شو عنا عذر ما نستعملها لنربح ونحقق كل نصراتنا؟ الكذب من إبليس إنه الأحباط غلط، ما تقبله. شجع حالك وطلع بقوة الروح القدس. عرفت شي جديد؟ خبرني شو عملت هالحقيقة بحياتك فرق، وأنا ناطرك. رب معك. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار حول موضوع اليوم، ما تتردد اتصل فينا على العناوين التالية: فيسبوك نيو داي شو، واتساب 00961716129، إيميل newdayshow@gmail.com.